ارتفعت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري ب 98% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 3,892,000,000 دولار. وبحسب بيانات وزارة البترول، فإن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت خلال عام 2021 ب 668% لتصل إلى 3,959,000,000 دولار مقابل 456 مليون دولار فقط في 2020.